السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. أي حد يقول لك إن الدوري المصري بعافية، في مشكلة في الدوري المصري، الأداء، القصة بتاع، ما تصدقوش. ما تكملش معاه الحديث. الدوري المصري الحقيقة السنة دي أعتقد إن هو الأقوى من سنين كتير. جدول الدوري المصري بقى عامل زي جدول البورصة، كل يوم الأسهم في حال لك حضراتكم أن تتخيلوا. هقول لكم دلوقتي النتائج، ولكن تخش تنام تبقى في المركز الثاني، تصحى تنام تلاقي نفسك في المركز الثالث، تيجي على بعد الظهريات تبقى في الخامس. ده جدول الدوري الممتاز. بيراميدز أنا امبارح بنشكر في إمبي إن عامل أداء رائع جدا، ألاقي إمبي في المركز الـ 12، بيراميدز في الصدارة، النادي الأهلي طلاع الجيش النهارده بعد المكسب بينط للمركز الثالث، سيراميكا بيخش المربع الذهبي، زد بينزل للمركز الخامس، مودرن فيوتشر بيروح للمركز السادس مع مباريات مؤجلة لأن طلاع الجيش وكليوباترا لعبوا الفرقتين الماتشين، الاتحاد السكندري في المركز السابع، سموحة في المركز الثامن، المصري في التاسع، الزمالك في المركز العاشر في الأسبوع السابع وهو لاعب 7 لقاءات. ولكن عايز اقول لحضراتكم حاجه، الزمالك عنده ماتش بكره مع الاتحاد السكندري بعد بكره، في حاله فوز الزمالك، الزمالك يروح للمركز الثاني، لان بعض الناس يقول لك الزمالك التاريخ، والجماهيريه في المركز العاشر. يا جماعه لا، اوعى يغرك جدول الدوري. عارفين الليمبي ما قال كده؟ اوعى يغرك جدول الدوري، دي ليها متغيرات. الزمالك لو كسب، يروح المركز الثاني، فده مشهد مؤقت. يا استاذ محمود، يا استاذ علي، استاذ احمد هناك، قول للناس عشان الامور تبقى واضحه بس. طب لو الاتحاد السكندري كسب، الزمالك يروح للمركز الثاني عن جداره بفرق نقطه عن المركز الاول. الاتحاد لو كسب بكره الزمالك يطير، والاتحاد لما يطير يعمل حاجات كتير زي ما عفيفي بيقول كده ايه في التعليق. فالمشهد قدامنا، الجونة في المركز ال 11 عنده 10 نقاط، الجونة لو كسب الماتش اللي جاي يروح يخش المربع الذهبي، هو في المركز ال 11، امبي في المركز ال 12، امبي لو كسب يبقى 13 نقطة يخش المربع الذهبي، ولا يهمك. بلدية المحلة هارد لاك النهارده، طلع الجيش عمل مباراة كبيرة جدا، عنده 9 نقاط، مع ان الحقيقة يعني عامل أداء رائع جدا. ثم الإسماعيلي، فاركو، الداخلية، المقاولون، البنك الأهلي. حبيت أقول لك حاجة على جدول الدوري، بص على التغيير، النقطة بتفرق كتير. فالحقيقة اللي احنا المشهد اللي احنا شايفينه ده، اوعى حد يقول لك، اصل المستوى، اصل اداء، مباريات كلها من العيار الثقيل، 3-2، 2-0، 3-1، 3-0، 3-3. بص النهارده عامل واحدة كده زي بتاعت محمد عبد المنعم، يعني زي محمد عبد المنعم. سمعت النهارده الحقيقة، يعني كنت في الطريق ما شفتش الهدف ده، بس سمعت الدكتور طارق الأدور النهارده وهو بيعلق وقال كده، فتخيلت الهدف من غير ما أشوفه، لقيته تراك قام حاططها في البعيده. اداء الحقيقه رائع الاسماعيلي النهارده، يعني عارف بينتزع الاهات من جماهيره. بص بقى الجون وحلاوته عامل ازاي، ايه ده الحاجات دي بقى بتاعت زمان، دي الحاجات اللي بالكعب دي بتاعت زمان، ولا حد يقدر يسال حد عليها. الراجل مدككها، فاهم قصدي، بابره كده في ربع سنتي، هاتها من الشبكه وما تضيعش وقتك. بص الجمهور العظيم ده يا جماعة، حد عنده الجمهور ده وما ياكلش النجيلة؟ حد عنده الجمهور ده كله وما يكسرش الدنيا؟ اسماعيلي النهاردة بياخد أو بيعمل النهاردة فوز مهم جدا جدا على البنك الأهلي، والبنك الأهلي بيرجع برضه من ضربة رأس رائعة أهو، بيحرز بيها هدف التعادل. ثم المشهد بيتدربك عند أبو جبل هناك كده قدامه، طق 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 طق، وكورة تيجي في رجل اللاعب الاسماعيلي وتخش جون لينتزع اهات. اهو
احمد حمدي الحقيقه بيجيب، عماد حمدي بيجيب 3 نقاط للنادي الاسماعيلي مع حسره لابو جبل وبكاء ايهاب جلال من كتر الضغط، ولكن عنده حق الحقيقه، بينحت في الصخر متمسك وبيعمل فرقه كبيره ومدرب كبير ايهاب جلال. سيراميكا النهارده بيعزم سيمفونيه مع الرمادي، سيمفونيه النهارده من طرف واحد، سيراميكا النهارده بيتقدم، بيرجع بعد كده امبي بعد 3 اهداف ولكن يرجع يتقدم تاني. سيراميكا النهارده عامل الافضليه بشكل كبير. دي اهداف المباراه قدامنا اهو، سيراميكا اهو، بصوا كابس من الاول وداخل اللعيب، عامل صديقي بولا اهو، عامل عظمه، وهي الكرة في الجول، وتامر مصطفى قاعد بيفكر والرمادي بيقول له لأ أنا مكمل. بحب قوي المدرب اللي يكسب 1 و2 ويدوس والفرقة تهاجم وتدوس والفرقة ترجع تاني. لأ وتامر، وكمان تامر مصطفى مفيش حاجة اسمها أنا خسران، مفيش حاجة اسمها مش في يومي، هحاول أوف، هيحاول مش هيسكت. يسكت سيراميكا، لا يرجع تاني برضه بأداء الحقيقة رائع. أهي مباراة فيها 6 أهداف، مين اللي بيقول لك ما فيهوش متعه؟ مين اللي بيقول لك انك تقدر تخش تنام بعد الدور وتسيب الدوري المصري؟ مين اللي بيقول لك ان لازم تكون انديه جماهيريه؟ اهو ناديين، كل التقدير للنادي الجماهيري ده في حته تانيه، ولكن ماتشات مدغدغه الدنيا، سيراميكا وامبي النهارده مباراه كبيره.